السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بالناس الجداد واحسن الناس القدام معايا في القناه، شكرا لكم بزاف. المهم اليوم خواتاتي جبت لكم واحد الصباغه ديال الشعر، جربتها وعجبتني بزاف وقلت ضروري ما نشاركها مع خواتاتي. هاد الصباغه البنات عرفتوا غطات لي الشيب من اول مره، اقسم بالله العلي العظيم غطات لي الشيب من اول استعمال. انا كان ناضيه شويه الشيب في القصه ديال شعر القدام وغطات لي هاد الصباغه الطبيعيه، ماشي كيماويه، هادي صباغه طبيعيه فيها التكاوت، فيها الحنه، فيها العشوب، فيها القرنفل. زوينه زوينه هاد الوصفه هادي، يعني صباغه طبيعيه وعطاتني واحد اللون اللي زوين اللي هو بني غامق. هانتوما غتشوفوا معايا اللون اللي عطاتني، هانتوما خواتاتي شوفوا اللون اللي عطاتني الصباغه. هانتوما شوفوا هاد الصوره اللي انا حاط لكم اللي قبل ما ندير الوصفه، قبل ما ندير الصباغه، وشوفوا اللون اللي عطاتني. انا كنوريكم اللون ديال شعري، الحمد لله عطاتني واحد اللون اللي هو غزال، اللي هو بني غامق، زوين بزاف، اللي كلشي تيحمق على هاد اللون. وغطات لي الشيب، هانتوما كتشوفوا كلشي بعينيكم. وصفه اللي زوينه وغزاله بزاف، خليكم مع الوصفه باش تشوفوا المكونات اللي فيها. نبداو بسم الله على بركه الله. هنايا عندي تكاوت، عندي عشبه ديال التكاوت، هي باش غادي نبدا لكم، وعاد غادي تشوفوا معايا العشوب شنو غادي نزيد معاها باش غتعطيني هذاك اللون اللي هو بني غامق، ما غاديش تعطيني اسود، لحقاش التكاوت معروف عليها كتعطي لون اسود. يعني نتوما كتلعبوا بها كيما بغيتوا، كديروا اللون اللي نتوما بغيتوا، كتجيبيها من عند العطار، اي عطار كتمشي عنده كتقولي اعطيني تكاوت تكون زوينه، راه كيعطيها لك. كتجيبيها كتنقيها من العويدات ومن الحجر الا كان فيها، وكتشديها بحال ما هكا، كتاخذي شي مقله تكون قديمه وكتبقاي تحمريها. انا درت هاد العظم ديال الكتف ديال الحولي لحقاش كيما قلت لكم البنات، لحقاش كان عندي موجود، فداك الشيء علاش خليته حتى نشف وبقيت كنحمر به، حيت هي كتوسخ المعان، كتوسخ دوك هذا ديال العود باش كيما قلت لكم، دوك المغارف ديال العود باش كنحركو، اي حاجه تيبقى فيها داك اللون ديال التكاوت ملي كتحمر كتكحل. وهانتوما شوفوا البنات راه كتطلق الدخان، يعني الا بغيتو تحمروها نصيحه اللي غادي نعطيكم، حمروها يا اما في الصح اولا في الباركو ولا في لاكور ولا مهم، ما تحمروهاش في الدار. هانتوما البنات راه كتخلي الدار كلها عامره دخان، هي كتطلق داك الدخان، فداك الشيء قلت لكم ما تحمروهاش في الدار، حيت انا البنات راه اول مره غادي نجرب هاد العشبه ديال التكاوت، فداك الشيء علاش طلقات لي الدخان في الدار وقلت لكم ما تحمروهاش في الدار. صافي هنايا بقيت كنحرك في هاد العشبه ديال التكاوت، البوطه تكون يعني العافيه تكون مجهداش وما ناقصاش بينه وبينه، كتبقاي كتحركي باش ما كتطلقش لك عاوتاني الدخان بزاف في الدار. صافي حتى كتحمر كتولي بحال ما هكا اللون ديالها كحل، وكديري الزيت، كدير جوج معالق حتى ثلاثه المعالق ديال زيت الزيتون، ممكن ديري غير الزيت العادي اللي كطيبي بها الزيت ديال نوار الشمس ولا اي زيت عندك زوينه. صافي وكتبقاي عاوتاني كتحركي حتى كتحمر، كتلبس بداك الزيت وكتحمري، ما تقويش الزيت بزاف، ديري غير كل. انا خديت هنا رابعه ديال العشبه ديال التكاوت، درت معاها ثلاثه المعالق ديال زيت الزيتون، يعني ما تقووش الزيت بزاف باش ملي كتبغوا طحنوها دغيا كطحن لكم ما كتبقاش تلصق. صافي بحال ما هكا غادي نبقى نحرك تقريبا واحد 5 دقائق صافي، وغادي نطفي عليها البوطه ونخليها حتى غادي تبرد، عاد غادي نطحنها. صافي التكاوت راني حمرتها وخليتها تبرد، عاد غادي نطحنها. هنايا عندي العشوب اللي غادي ندير معاها البنات، عندي هنا الخزامه، الخزامه كما كتعرفوا كتعالج لنا الفروه ديال الراس وكداوي لنا الشعر وكلشي. هنا عندي اوراق السدر، اوراق السدر كتجيبيها كتجيبي القياس تقريبا واحد 3 دراهم بحال ما هكاك، كتنقيهم من العويدات وكتشمشيهم، هادشي راه كله منقي وشمشتو في الشمس باش كيسخن باش دغيا كيطحن لينا. كما قلنا اوراق السدر والخزامه، وهنا عندي القرنفل، القرنفل ما تقووش منه بزاف، خديت قياس معلقه كبيره ديال القرنفل. هنايا عندي الورد البلدي، الورد هو كما كتعرفوا راه زوين بزاف، كيعالجنا الفروه ديال الراس، كيمنع لنا التساقط من الشعر، كيقوي الشعر، كيعطي واحد اللمعان. هاد العشوب كلهم زوينين. وهنايا عندي الحنه، الحنه اللي انا كنحمق عليها، خديت 5 دراهم ديال الحنه ونقيتها من العويدات وشمشتها سخنتها في الشمس مزيان، وهادشي كله. صافي البنات هذوك العشوب اللي شفتو معايا، الحنه والخزامه واوراق السدر والقرنفل والورد، داكشي راه سخنته ونقيته كما قلت لكم، وغادي نديه نطحنو في الطحانه. صافي هنايا عندي السواك، السواك البنات راه زوين، كيطلق اللون وكيعطينا واحد اللون زوين في الشعر، وكيعالج لينا الفروه ديال الراس من الحكه ومن القشره ومن كل شيء. عندي هنا القشور ديال الرمان اللي كنكرمهم على يدي ملي تيكون وقت الرمان،
عندي القشور ديال الرمان القياس يعني لعينك ميزانك. عندي هنا الكركديه، الكركديه عندي تقريبا واحد المعلقه كبيره، وعندي اتاي اللي هو الشاي الاخضر، اتاي اللي كنطيبوا به، حبوباتي اللي كنطيبوا بهم عندي معلقه كبيره. عندي هنا كما شفتوا السواك، قشور الرمان هما كيطلقوا اللون وكيعالجوا لنا الفروه ديال الراس، وعندي الكركديه اللي زوين بزاف في الشعر وكيطلق واحد اللون زوين، واتاي حتى هو كيطلق اللون في الشعر وكيعالج لنا الشعر وكيمنع التساقط. هاد العشوب كلهم اتاي والقشور الرمان والكركديه والسواك، هاد العشوب كلهم كيداووا لنا الفروه ديال الراس وكيمنعوا التساقط وزوينين بزاف بزاف في الشعر. هنايا زدت عليهم تقريبا القياس واحد جوج كيسان ديال الماء، وغادي نديهم يغلاو ليا فوق البوطه، خاصهم يغليو مزيان حتى يطلقوا ليا اللون. صافي هنايا كما شفتوا هاد الكركديه واتاي والسواك والقشور ديال الرمان راه كنكرمهم على يدي ملي تيكون الوقت ديال الرمان، وكنديرهم في صوبيره وكنحتفظ بهم بحال هكا ملي كنبغي الوصفات بلا ما كنمشي ناخذهم من عند العطار. هانتوما كيبقى هادشي كيغلي حتى كيطلق ليا اللون. وهنايا البنات صافي هذيك العشبه ديال التكاو راني طحنتها، هانتوما كما كتشوفوا طحنتها ودرتها في هاد القرعه ديال الدجاج، وكنبقى غادي نبقى نستعمل منها حيت هي قد ما كثرت منها، يعني درت واحد الكيلو، انا درت غير ربعه، قد ما درت واحد نص كيلو ولا كيلو حمرته في دقه واحده وطحنته ودرته في واحد القرعه ديال الدجاج، كتهناو منها في خطره وكتبغيو فين ما تبغيو ديروها لشعركم كتلقاوها مطحونه وموجوده. صافي المهم النصيحه اللي نعطيكم ما تحمروهاش في الدار لحقاش كتلق الدخان اللي عندها الصح ولا البارك ولا لاكور ولا اي حاجه، كتحمريها تما باش داك الهواء كيدي داك الدخان وما كيخنقش لك الدار. صافي هنايا العشوب اللي وريتكم الحنه مع الخزامه والورد وهادشي كله راني طحنته ودرته في هاد القرعه ديال الدجاج، ها نتوما كما كتشوفوا شفتوا كنطحن كلشي وفين ما كنبغي كنلقاه موجود. صافي هنايا كما شفتوا خديت هاد الكاسرونه درت فيها جوج معالق كبار ديال العشبه ديال التكاوت، وغادي نجيب دابا الكاسرونه اللي فيها الكركديه واتاي والسواك والقشور ديال الرمان اللي درت فيهم الماء وخليتهم كيطبخوا حتى كيطلقوا ليا اللون مزيان، يعني كيطبخوا مزيان حتى كيوليو بحال ما هكايا كيولي اللون مغلوق. صافي يكون باقي سخون هادشي كامل، يكون باقي سخون هاد الماء ديال هاد العشوب، كنخلط به العشبه ديال التكاوت اللي درت في الكاسرونه لحقاش غادي خصها تكون يعني هادشي يكون هاد الماء يكون طيب، ومازال غادي نديها فوق البوطه غادي تزيد تغلي باش كتطلق لينا دوك داك اللون اللي حنا بغينا. انا غادي نقول لكم بالنسبه للبنات اللي بغاو الشعر ديالهم يكون يخرج لهم لون كحل اشنو يديروا، واللي بغاو اللون بحال ديالي يعني مارو مغلوق اشنو يديروا، يعني غديروا الطريقه اللي درت انا. ولا بغيتوا اللون يخرج لكم يعني كحل كحل فونسي اسود غادي نوريكم نقول لكم اشنو ديروا. صافي هنا كما شفتوا خديت هذاك الماء ديال العشوب اللي طبخت وكنخلط به داك العشبه ديال التكاوت، وغادي نديها دابا فوق البوطه ونخليها كتغلي واحد شويه حتى تقال ما تبقاش خفيفه. هانتوما غتشوفوا معايا البنات كلشي. صافي هنايا ديتها فوق البوطه كما شفتوا وكنبقى نحركها، كنبقى مقابلها وانا كنحرك حتى كتقال ما كتبقاش بحال ما هكا خفيفه، حتى يولي عندي الخليط ثقيل، وكتبقاي بحال ما هكا واقفه حداها وكتحركي ما تفوتيش من حداها. صافي هنايا كما شفتوا كدات غلي وكتبان ليا بدات كتقال شي شويه، الخليط بدا كيتقال. صافي كنطفي عليها البوطه. صافي هنايا العشبه ديال التكاوت من بعد ما خليتها فوق البوطه كما شفتوا حتى تقالت ليا شويه، دابا غادي نزيد عليها الحنه اللي طحنت مع الورد مع القرنفل ومع الخزامه. هاد العشوب اللي طحنت كثرت الحنه كما شفتوا، الحنه كانت كثيره اكثر من الورد واكثر من الخزامه والقرنفل. صافي غادي ندير دابا القياس، غادي ندير جوج معالق كبار على حساب شعري لحقاش انا شعري قصير، اللي شعرها طويل راه كتذوب لهاد المكونات وهاد القياس. صافي هنايا كنبقى نخلط وانا كنزيد في داك الماء اللي غليت فيه الكركديه والسواك واتاي والقشور ديال الرمان، كنبقى كنزيد هذاك الماء كنزيد بشويه بشويه وانا كنخلط في هاد العشوب ديال الحنه وديال العشبه ديال التكاوت كنبقى كنخلط وانا كنزيد في داك الماء اللي غليت فيه العشوب حتى كيولي عندي الخليط ما ثقيل ما خفيف. هانتوما البنات الخليط خصو يكون بحال ما هكا، كتبقاي كتزيدي في داك الماء ديال دوك العشوب وانتي كتخلطي حتى كيولي عندك الخليط بحال ما هكا. وكما قلت لكم اللي شعرها تبارك الله قوي وطويل دوبلي هاد المقادير، يعني ديري 4 المعالق ديال الحنه والعشوب و 4 المعالق ديال العشبه ديال التكاوت كدوبليهم. كان شعر قصير بحالي كديري جوج معالق ديال التكاوت وجوج معالق ديال الحنه والعشوب. هانتوما شفتوا
صافي. هنا البنات هانتوما شوفوا شعري اللون ديالو كيفاش داير، راه وريتكم في الاول يعني كان عندي الشيب، راه ما تيبانش مزيان. هانتوما عندي الشيب في القصه ديالي. صافي هنايا كنديرها لشعري كامل، يعني كتعمري شعرك كامل في الفروه ديال الراس، كتعمريها مزيان لحقاش هاد الصباغه هادي كتعالج داك الفروه ديال الراس من التساقط، كتعالج داك الفروه ديال راسك من الحكه، كتقوي لك شعرك، وفي نفس الوقت كتعطيك اللون اللي هو زوين وطبيعي، وما كتجعرش لك الشيب، يعني الشيب ما تيبقاش كيعكز، ما كيبقاش يبغي ينوض لك الشيب. زوينه 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 بزاف هاد الخلطه البنات، اللي هي طبيعيه وصباغ اللي هي طبيعيه، احسن من دوك الصباغ الكيماويه اللي كنمشيو كنخسروا فيهم الفلوس ومضره للشعر وكيطيحوا لنا الشعر وكيزيدوا كيجعلوا لنا الشيب. ما كاينش ما احسن من الصباغه الطبيعيه البنات ديال الحنه والعشوب وتكاوت وداكشي اللي كانوا كيديروا مواتنا وجدودنا، ما كاينش ما احسن منه. خصنا غير نحيدوا العجز وكل شيء موجود، كما قلت لكم اخواتاتي خصنا غير نحيدوا العجز، كلشي نصايبوه في الدار، نجيبوا العشوب نقيوهم نطحنوهم نصايبوهم في الدار. منها كتعالجي شعرك وكتعالجي الفروه ديال راسك من الحكه ومن التساقط، وكتقوي شعرك وكتعطي واحد اللون اللي هو زوين وغزال وطبيعي، وما كتخسريش فلوس بزاف. ويعني هذوك الصباغ الكيماويه كما قلت لكم راه كلهم مضره للشعر. خصنا البنات نرجعوا لاصلنا ونرجعوا للتراث ديالنا ونديروا داكشي اللي كانوا كيديروا مواتنا. علاش مواتنا ما كانوش كيعكزوا؟ علاش ما كانوش كيعكزوا دائما الحنه والنفقه ودائما غاديين بالتبريمات ديال الجسم للحمام، وحنايا ولا فينا العكز؟ هادشي خصنا نحيدو، خصنا نتغلبوا عليها البنات. صافي هنايا درت هاد السلوفه الغذائي، ممكن دير غير ميكا العاديه اللي كنديروا فيها النعناع واللي كنديروا فيها الخضره، وتشديها وتدوري على شعرك تحزميها باش هاد الوصفه ما كتنشفش، يعني كتبقى خضره كما كنقولوا، كتبقى خضره باش كتعطينا نتيجه اللي هي زوينه، حيت الا كرمات دغيا ما كتعطيناش نتيجه من اول استعمال، خصنا ضروري نعاودوها المره الثانيه والمره الثالثه. اما الا درتي السلوفان كتبقى خضره، انا درتها البنات درتها تقريبا 8 ديال السوايع، درتها مع 4 العشيه وما غسلتها حتى ل 12 ديال الليل. سمعتوا البنات؟ درتها مع 4 العشيه وما غسلتها حتى ل 12 ديال الليل، وخليت عليها السلوفان. صافي المهم ما كديرش يعني كتزنتيش بزاف راسك بالسلوفان باش كتبقاي تنفسي من راسك. وما تنساونيش خواتاتي من اللايكات ومن وبالنسبه للغسيل البنات انا راه غسلتها غير بالماء، ما درتش شامبوان، حتى المره الجايه غنعاودها عاد ندير شامبوان. المهم هنايا البنات تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللون خرج ليا غزال. دابا راه النهار الثاني كما قلت لكم انا غسلت شعري مع 12 الليل، دابا راه الصباح عرفتوا حمقتني النتيجه ما شاء الله تبارك الله، غطات ليا الشيب من اول استعمال، والله العظيم تصدمتني النتيجه البنات. من اول استعمال عطاتني واحد اللون اللي هو زوين، وهذا اللون كيحمقني اللي هو مارو بني غامق بني شوكولاتي اللي كلشي تيحمق عليه. انا ما بقاش كيعجبني شعري يكون شهب يعني يكون مفتوح، كيعجبني هذا اللون هذا مارو مغلوق زوين، ما كيعجبنيش حتى داك الكحل اللي تيكون يعني اسود ما كيعجبنيش. بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم اللون اسود كحل كتكثروا ليا من العشبه ديال تكاوت، ولا كنتو كتبغيو هاد اللون هذا كديرو قد تكاوت قد الحنه والعشوب، كنتو كتبغيو اللون الاسود كديرو تكاوت اكثر من الحنه والعشوب باش كتعطيكم لون اسود. المهم خواتاتي كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تجربوها وتردوا عليا الخبر، وما تنساونيش من البارطاج ومن التعليق ديالكم الزوينه.